السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تطبيق بيشتغل على الاب ستور وجوجل بلاي، وممكن نجرب برضو على المتصفح عادي. تمام، طيب اهوت ده تقدر تنزله، دريم باي وومبو، دريم باي وومبو. كل الفكرة ان انا هقول له مثلا ستارت كرييتنج، وده نفس الفكرة على الموبايل، وتبدأ تكتب الايه اللي انت عايز تعمل ايه. تمام، وتختار الستايل اللي انت عايزه، وممكن ترفع صورة، ده اوبشن وبعد كده تقول له كرييت، هو يبدأ يعمل لك صورة. الصورة دي يعني زي ما انت شايف صورة ما اتعملتش قبل كده. تمام، دمج بين الصورة اللي انا اديتها له مع الكلام اللي انا قلته له والحاجات دي كلها، فدي صورة جديدة. تقدر بقى تسميها دي ان ايه مثلا، تقدر ان انت تشوف بقى هتبيع صورة، هتعمل ان اف تي، الحاجات دي كلها. تمام، فانت قدرت تعمل كرييت لصورة ما كانتش موجودة قبل كده.